هذا كتاب سنن النسائي بشرح الإمام جلال الدين السيوطي الذي توفي سنة 911 هجرية، والحاشية للإمام السندي. هذا الكتاب طبع دار التراث العربي بيروت لبنان. في الصحيفة 227 يقول الإمام السندي في حاشيته على شرح الإمام السيوطي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول السندي في الحاشية: قال القرطبي: هذا أقرب بالرتبة والكرامة لا بالمسافة والمساحة، لأنه تعالى منزه عن المكان والزمان. وقال البدر بن الصاحب في تذكرته في الحديث: إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى. ثم يقول السندي: ثم الكلام في دلالة الحديث على نفي الجهة، وإلا فكونه تعالى منزها عن الجهة معلوم بأدلته، والله تعالى أعلم. هذا ما عليه كبار العلماء، والحمد لله الذي وفقنا إلى هذا البرهان والبيان.